نجمة تيفي قريبة منكم مضوية في عيونكم. تكون جماعية تحقوا بعشك المنظم ما نخليه أي بلاصة منا أي حي يزدنا منه ما نخليه منه تشيزنا كله منظورة اللي خرق القانون اللي خرق القانون اللي تطلب المساعدة وتستحق المساعدة غادي نقدموا له وتدخل تنا في إطار القانون. الله يرضى عليكم في إطار القانون كيف المعتاد ما نتقلقوا ما نتنرفزوا ما ولحنا جايين باش نتبقوا القانون ماشي باش نتعصبوا ولا شي حاجة وتدخلها تكون جماعية هذا الشكل اللي هو مقنن وبشكل اللي هو قانوني باش ندوز إن شاء الله الرحمن العملية. معنا تشكيلة ديال عناصر تدخل سريع اللي هما أوسكار كذلك عناصر متحرك الدراجي داكشي كذلك تنفيذا لتعليمات المديرية والتعليمات القيادة المحلية المسؤولين الإداريين المباشرين كنعملوا على إنجاز واحد العمل أمني داخل المدينة العتيقة من أجل استتباب الأمن وإلزام المواطنين باش يلتزموا البيوت ديالهم ما يكون حتى شي خرق للقانون حالة الطوارئ الصحية. واللحظة راه كنا التدخل الأول بدينا ببوسكري بابيلان اللحظة حنا بساحة الموقف اللي كتعرف بعض الشوائب وكيف ما كتشوفوا اللحظة راه الحالة عادية الالتزام التام ديال الساكنة ولا كان شي مواطن في حاجة ماسة شي مساعدة كنقدموا له مساعدة وكان تواصل متواصل مع الساكنة استرسالا في هذا العمل. بالنسبة لذوك الحالات الشادة راه كتتخذ في حقهم المتعين اللي عنده خرق القانون حالة الطوارئ الصحية كيتخضع تدابير الحراسة النظرية وكيتقدم النيابة العامة من بعد وبعض الحالات اللي كيكونوا في حاجة ماسة لبعض المساعدات كنقدموا لهم المساعدة في حين والعمليات راه زالت مسترسلة بالأحياء ديال المدينة العتيقة. ديروا لايك وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم وما تنساوش تابوناو في لاشين وفعلوا الجرس باش توصلوا بآخر المستجدات. تابعونا كذلك على صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام نجمة تيفي قريبة منكم مضوية في عيونكم.